ما حكم الإسلام في وضع الحنة على الكفين للمرأة الشابة غير المتزوجة؟ هل هو حرام أم مكروه أو جائز؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالخضاب للنساء سواء كل من الشواب أو غير الشواب. الخضاب يباح للنساء في أكفهن وما جرت العادة به لأنهن بحاجة إلى الزينة، وهذا من الزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.